السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. عاجل وهام، طائرة مسيرة تستهدف منزل نتنياهو في حيفا المحتلة. وإلى الوقائع. رفعت قوى المقاومة الإسلامية اليوم الأحد سقف ردها بوضع رأس نتنياهو كهدف لها، بالتزامن مع إعادة التلويح بالرد مع تعثر مفاوضات الدوحة. وأكدت وسائل إعلام عبرية نجاح حزب الله بالوصول إلى نتنياهو، مؤكدة بأن طائرة مسيرة تابعة للحزب حلقت فوق منزل رئيس حكومة الاحتلال في مدينة جياسيريه جنوب مدينة حيفا على البحر المتوسط. وأوضحت المصادر بأن منظومة الدفاع الإسرائيلية لم ترصد المسيرة، وإنما رادار تابع لمارجة حربية، مشيرة إلى إرسال قوات الاحتلال سربا من المقاتلات لملاحقة الطائرة، لكن لم يتم تحديد موقعها. وتعد الخطوة تطورا لافتا في سير المواجهة التي أخذت منذ توسيع الاحتلال عدوانه على دول المقاومة بهجمات واغتيالات. طالت القيادي في حزب الله فؤاد شكر ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مع أنها ليست المرة الأولى التي يحقق فيها حزب الله هذا الاختراق الأخطر. وقد أثارت الخطوة مخاوف الاحتلال من قصف حزب الله لمنزل نتنياهو الذي أضاع الاحتلال في وقت سابق نقله إلى ملجأ. وتأتي هذه التطورات في وقت عاودت فيه قوى المحور التلويح بالرد. وجدد وزير الخارجية الإيراني عباس رافجي تأكيده حق بلاده بالرد على الاحتلال الإسرائيلي، في حين واصل حزب الله اللبناني استعراضه العسكري للأسبوع الثاني على التوالي. وبعد يومين فقط على نشر مقطع فيديو لقاعدة تحت الأرض تحوي ممرات لقاذفاته صواريخ باليستية، نشرت وسائل إعلام الحزب مقاطع جديدة لمناورة تحاكي اقتحام مستوطنات الاحتلال جنوب لبنان وشمال فلسطين. أشكركم على حسن متابعة والإصغاء. لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.